يبغينا يكون يكون كل الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد بالليل أن يجلي الشعب يوما أراد الحياة، فلا بد أن يستجيب القدر. هذه الوقفة كتجي من بعد ما توصلنا بمجموعة من الشكايات ديال المواطنات والمواطنين، تم رفض تأشيرات بالرغم من أنهم يستوفوا كل الشروط المطلوبة. زيادة على ذلك أن هناك مجموعة من المواطنات والمواطنين رفضت لهم التأشيرة بالرغم من أن لديهم مواعيد في مؤسسات صحية بأوروبا، وهناك كذلك بعض الطلبة بالرغم من التسجيل ديالهم في كليات أوروبية تم رفض الفيزا لهم. إذن الوقفة ديال اليوم كتجي من أجل التعبير على الغضب ديالنا، من أجل تنبيه المفوضة الأوروبية على أن هذه الممارسات تخالف حتى التزامات أوروبا. لا ننسى على أن ما يسمى بسياسة القرب أو البوليتيك دو فوازيناج ابتداء من مسلسل برشلونة اللي بدأ في 95 كانت دائما هناك التزامات أوروبية تجاه دول الجوار. مع الأسف نلاحظ أن في الآونة الأخيرة أصبح تراجع كبير على هذه الالتزامات الأوروبية، كما أننا من خلال هذه الوقفة نريد أن نقول للأوروبيين لا للاتفاقيات التجارية التي تنهب خيرات المغرب. بالمقابل نلاحظ أن هناك رفض لحرية التنقل للمغاربة. إذا الوقفة ديال اليوم هي هذه، وكذلك هناك خطوات أخرى تتبعها الجمعية معية الإطارات الحقوقية الأخرى بما فيها مراسلات المقررين الأمميين، مراسلة البرلمان الأوروبي، إذ لا يمكن أن نسكت على الإهانات التي تتعرض لها المغربيات والمغاربة أمام القنصليات والسفارات الأوروبية. كفى من الشروط التعجيزية لطالب التأشيرة؟ كفى! كفى من رفض رسوم جائرة على طالبات التأشيرة؟ كفى! كفى من حرمان مواطنينا ومواطناتنا من حقهم في السفر وزيارة أهلهم وقضاء مصالحهم والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية؟ كفى! تحية مجددا للحضور، ونستمر في النضال والتعبئة من أجل حماية كرامتنا. مدة ديال 14 عام وانا تندير لانترناسيونال. اليوم تعرضت للإهانة من طرف القنصلية ديال فرنسا، تعرضت ثلاثة ديال المرات، ترفضوا لي الطلب ديالي بدون مبرر ثلاثة ديال المرات، وانا عاد دابا هاد الفيزا هذه كانت هي المصدر ديال العيش ديالي باش تنخدم. هل يعقل بانني انا سائق مده ديال 14 سنه وانا تنمشي تندير اوروبا اليوم جاي باغي نحرق؟ لا يمكن. يعني هاد الناس هادو تعرضنا للجميع بتعسف كبير من طرف القنصليه ديال وماشي غير انا بوحدي، عده سائقين. السائقين اللي ضحاوا بالغالي والنفيس في الوقت ديال اللي كانت فيه الازمه وكان فيه كوفيد وكانت فيها سميتو، ضحاوا بالغالي والنفيس وما قدرتش تحبسهم المساله ديال المرض، وهذا ضحاوا بحياتهم وبوليداتهم، واليوم تنتعرضوا للرفض. ما فهمناش، ما عرفتش انا هذه القنصليه هذه، مع العلم انني تنتوفر على جميع الوثائق اللازمه. من 26 في شهر 5 وانا مريح عاطل على العمل، عندي ابناء، عندي مصاريف يوميه، عندي كرا، عندي ما عندي ضوء، كان هذا هو المصدر العيش ديالي، هي هذه الفيزا هذه تنخدموا بها. وحتى الشركات، عده شركات بدات تتدهور الحالات ديالهم من هذا الرفض ديال الفيزا. كنا تنخدموا مع الاوروبيين، فما بقاتش الخدمه، اليوم مع سميتو مع الاوروبيين، ولاو تيرفضوا دولينا. عده شركات راهم واقفين، راه لي باترونا كاع ربما راهم غادي يتصابوا بالافلاس الا ما كانتش هاد المساله هذه ديال بقاو يرفضوا هادشي ديال الفيزات. يبغينا يكون يكون الوحده والتضامن، يبغينا يكون يكون الوحده والتضامن، يبغينا يكون يكون. تحيه للحضور الكريم، تحيه للهيئات الحاضره معنا في هذه الوقفه الرمزيه. اننا اليوم هنا امام مقر بعثه الاتحاد الاوروبي بالرباط من أجل أن نبلغ احتجاجنا وغضبنا وغضب المواطنات والمواطنين المغاربة من الإهانات والعجرفة والعنصرية التي تلقيها طلباتهم للتأشيرة من طرف المصالح القنصلية لمجمل دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الدول المنخرطة في فضاء شنغن، حيث تصر هذه الدول على عدم منح التأشيرة إلا لعدد محدود من طالبيها وطالباتها رغم استيفائها لكل الشروط المطلوبة، إذ قلصت بشكل كبير ومفاجئ إمكانية طلب التأشيرة بإغلاقها بشكل دوري وتصاعدي كليا أو جزئيا منصة الدخول لأخذ المواعيد عبر الشبكة العنكبوتية لدفع طلبات الحصول على التأشيرة، ولم تعد تفتحها إلا لفترات محدودة، مما فسح المجال واسعا لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد وبيعها بأثمان خيالية لمواطنات ومواطنين انعدمت لديهن ولديهم كل الإمكانيات لأخذ مواعيد في ظروف مساعدة وآمنة.
ومما عمق هذه من جسامة هذه الانتهاكات أن هذه الدول فوتت لشركات وسيطة مهمة تسلم الملفات من طالبات وطالب التأشيرة وتقديمها للسلطات المختصة مقابل مبالغ مالية يؤديها المواطنون والمواطنات دون منحهم ومنحهن أي ضمانات أو تطمينات بأنهم سيحصلون على التأشيرة. ومن مظاهر هذه الانتهاكات أيضا أن السلطات المختصة تابعة للسفارات والقنصلية دول الاتحاد الأوروبي لا تعلل بشكل مقنع أسباب الرفض المتزايد لطلبات التأشيرة ولا تعيد للمواطنات والمواطنين الذين رفضت طلباتهم وطلباتهن الأموال التي دفعوها من أجلها مما يعتبر استخلاصا غير مستحق لتلك الأموال وليس له ما يبرره خاصة في غياب تقديم الخدمات المطلوبة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.